بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سميتها شهوه الثقه بالنفس. هي ما تعتبر شهوه روحيه، بس بصراحه هي شهوه نص اللي قاعدين على الاقل. كتير منكم بيعاني نفسي ابقى واثق من نفسي. بنات كتيره قوي متربيه في الصعيد للاسف بطريقه ما بتديش ثقه بالنفس. البنات بالذات بيبصوا لها انها اقل من الولد، بتبص انها لانها ما اتجوزتش المجتمع باصص لها كأن فيها عيب. يجوز بتتعامل معاملة للأسف نظرات الشارع بتبص لها بشهوة مش باحترام كإنسانة. كل ده بيهد في ثقتها بنفسها. الأوحش من ده كله إن تربيتنا في بيوتنا ما كانش فيها تشجيع كفاية. ده أولاد وبنات بقى. فإحنا فعلا في مجتمع يعاني بشدة من نقص الثقة بالنفس. فهتكلم الأول وأهم نقطة عاوز أتكلم فيها أسباب غياب الثقة بالنفس عند أغلبنا. عند أغلبنا بتبان في وقت قوي لما بتتكعبل في حتة، لما بتتهز إنك أنت مش عارف تعدي الامتحان. اتقدمت لكذا بنت اترفضت، اتهزيت. دخلت انترفيو بصلك من فوق لتحت، اتهزيت. أنت كنت مخطوبة وتفكت الخطوبة، اتهزيتي. بدل ما تتوقعي كلمة تشجيع سمعت كلمة تعنيف، اتهزيتي. اذا في مواقف كتيرة قوي بتهزن حتى واحنا كبار. بالاولى الشباب اللي طالع في بعضهم بيبقى خايف حتى يتكلم لحسن يضحكوا عليه. في بتوصل مع بعض البنات انها زي اللي مستعيبة منظرها. انتوا عارفين في الطب امراض جلدية في حاجة اسمها ديسمورفوفوبيا، كلمة غريبة كبيرة كده من كلام الجلد المجعلظ يعني. هي فوبيا، فوبيا يعني خوف. ديسمورفولوجي يعني بنت حاسة ان في حباية في وشها، كل الناس باصين على الحباية ولا حد باصص خالص، بس هي متعقدة. هي ماشية طول الوقت عاوزة تختفي من نظر الناس. فهنا الموقف نفسي مش موقف امراض جلدية، ودول ساعات بتوصل ان هم يعملوا عمليات تجميل ويفضلوا طول العمر في القلق ده لانها ببساطة ما عندهاش مشكلة، لكن هي مرعوبة او قلقانة او خايفة او حاسة كل الناس بصة على نقطة ضعف وهي مش موجودة اساس، او صغيرة قوي بس هي شايفاها كبيرة قوي. ده نفس فكرة عدم الثقة بالنفس او القلق الزائد، او وده موجود فينا كلنا بدرجات بنسب. تعالوا نشوف احنا ليه مش بنثق في نفسنا. في رأيي في ثلاث مشاكل اتعرضنا لهم وبنتعرض لهم وصلونا لان احنا ما عندناش ثقة بنفسنا. المسيحية يا احبائي تعطي ثقة بالنفس، واي تفكير مسيحي غير كده يبقى مش فاهم ربنا صح. المسيح ادى ثقة بالنفس عالية جدا للناس اللي معاه، ال 12 اللي اشتغلوا معاه وال70 اللي اشتغلوا معاه والستات اللي مشوا وراه يخدموا كلهم بقوا شخصيات قوية. مين يقول المجدلية دي تبشر بالقيامة؟ مين يقول السامرية تروح تجيب السامرة؟ مين يقول ان بطرس ده يوعظ يوم الخمسين؟ مين يقول ان يوحنا الحبيب ده يبقى بطرك العالم في وقت؟ مش دول خالص. اذا واضح ان المسيحية الحقيقية تدي ثقة بالنفس وتدي معاها تواضع حقيقي. ما حدش يفتكر الثقة بالنفس معناها كبرياء، ما فيش علاقة خالص. ده المتواضع هو اللي عنده ثقة بالنفس. الثلاث مشاكل الكبار: تربية ملخبطة، خبرات سيئة، مفاهيم خاطئة. ده تحليلي انا الشخصي. في مجتمعنا احنا ليه شبابنا وولادنا وبناتنا بالذات طالعين ما عندهمش ثقة كفاية بنفسهم؟ غالبا واحدة من الثلاثة، ما كانش الثلاثة ويمكن في اربعة وخمسة كمان. اول حاجة عاوز اقولها صور عدم الثقة بالنفس. خلي بالكم عدم الثقة عموما مرض عام بيصب في كل حاجة. اللاك اوف تراست ده اللي ما عندوش ثقة في ربنا. اذا انا بتكلم في موضوع روحي ليه؟ لانك لو ما عندكش ثقة بنفسك انت هتشك في ربنا، ودي مشكلة شباب كتير الآن. وشاكك
الشك يا حبيبي اللي عندك في ربنا هو اساسا نقص ثقة في نفسك، فمنعكس حتى على علاقتك بربنا. ولو خدت نوع من الرضا على النفس والثقة بالنفس هتلاقي الشكوك اللي عندك اتبخرت اغلبها. فالثقة في ربنا ده احد الاشكال. طبعا بيصاحبها قلة صلاة، شك بقى في كل حاجة، ربنا موجود مش موجود، الكنيسة صح الكنيسة غلط. وبعدين عدم الثقة بالنفس بتاخد اشكال الخوف، كلكم فيكم مخاوف. الايمان القوي مع ثقة بالنفس المخاوف بتقل جدا، لكن ما زال الخوف مرض العصر. في واحد خايف يموت، واحد خايف من المرض، واحد خايف من رأي الناس، واحد خايف ما ينجحش، واحدة خايفة تتجوز، واحدة خايفة تخلف، واحدة خايفة ما تعرفش تربي، واحد خايف يسافر، واحد خايف ما ينجحش في شغله. خوف بأشكال. ساعات يجيب عزلة او هرب او استسهال، نقعد بقى نتلهي في اي حاجة، لكن انا خايف احاول، فاقعد بقى احط دماغي في الفيسبوك بقى في الموبايلات. ساعات عدم الثقة بالنفس يخلي الواحد يكذب، يتجمل، يرائي، لانه هو ما عندوش ثقة بنفسه، فمش قادر يقول انا فيا نقص، مش قادر يقول كده. على فكرة اللي بيقول سوري بيبقى عنده ثقة بنفسه، واللي بيعترف ببساطة انه ما يعرفش عنده ثقة بنفسه. كل المصريين بيعرفوا كل حاجة عشان ما بيعرفوش حاجة، هو ما عندهمش ثقة بنفسهم، فتلاقيه لازم يتكلم، لازم يقول اي حاجة. طبعا بتوصل لعدم الثقة بالناس، تلاقي راجل مش واثق في مراته لانه مش واثق في نفسه، تلاقي واحد مش قادر يثق في زميله في الخدمة لانه ناقصه ثقة في نفسه، فمش عارف يدي الثقة لزميله. When you trust yourself you can't trust God and others. لما بتعرف تثق في نفسك بتعرف تثق في ربنا وفي الناس، وبتعيش حياة سعيدة، لان حياة بدون ثقة حياة مرة، حياة ميتة، كأنك مش عايش. احلى حاجة انك تدي ثقة وبعدين هتتخبط، وافرض يا حبيبي حصل ايه يعني لما اديت ثقة لواحد وخدعك، اديت ثقة لعشرة وطلعوا كويسين، حصلش حاجة. حطيت ثقتك في ربنا ما ردش عليك الرد اللي كان نفسك فيه، كم مرة رد؟ حصلش حاجة. حطيت ثقتك في نفسك ونفسك خزلتك، عادي يا حبيبي، ما انت بني ادم مش نهاية الكون، ما تشطبش على نفسك، ما انت بني ادم لازم تقع وإلا ما تبقاش بني ادم. يبقى الثقة مترابطة وأساسية للنجاح، شهوة الإنجاز والنجاح مرتبطة بشهوة تكوين ثقة سوية بالنفس. عدم الثقة بالناس بيبان في سوء الظن، بيبان في انك انت عاوز كل حاجة في ايدك، خايف توزع اي مسؤولية. الناس بتبقى مش عارفة تعمل تفويض، ليه؟ لانه مش هيعرف يعملها، يعني فيش حد بيعرف يعملها غيرك، ما انت ما بتثقش في حد بقى. ده ينتهي يا جماعة الى حياة خالية من الحب ومن السلام، واكيد مش ده اللي ربنا عاوزه. وفي ناس متدينين كتير مشكلتهم الأساسية غياب الثقة، ثقة بالنفس، ثقة بالله، ثقة بالناس، فهم متدينين بس مش ما عندهمش سلام أو ما عندهمش حب حقيقي. لأن اللي بيحب الناس بيثق في الناس، واللي بيحب ربنا بيثق في ربنا. بصوا القديس بطرس يعبر ببساطة، يقول ذلك وإن لم تروه تحبونه، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. تؤمنون يعني تثقون، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. الثقة معناها انك بترمي على حاجة انت لسه مش شايف، انا بثق فيك، فعشمان انك هتطلع قد الثقة، انا ما شفتش انت عملت ايه، بس انا بسلمك حاجة غالية، مش لازم اجربك، هجربك وهفوت لك، ومش من اول غلطة هقول انت مش اهل للثقة، وإلا ما كانش حد فينا خدم. بطرس الرسول خزل المسيح بطريقة تخلي اي واحد فينا لو اتحط مطرح المسيح لا يمكن يثق فيه تاني، مش كده؟ ده عمل عملة سودة، ده قال معرفوش، ده حلف ولعن،
ده أنكره قدام جارية، ده بدل المرة ثلاث مرات. أول مقابلة بعد كده I trust you. إيه ده؟ مالكش بديل، هتشتغل وهتكمل يا رب. أنا أنكرتك، عارف، ثلاث مرات، عارف، حلفت إني ما أعرفكش، عارف، ارعى خرافي بالتلاتة. إيه ده؟ إيه ده يا رب ده؟ شفتوا جمال التراست بتاع ربنا؟ أنت هتدي ثقة تاني لبطرس يا رب بعد اللي عمله؟ أيوة، هدي له ثقة. ودي مش أول عمل على فكرة، هو قال من الأعظم وهو قطع ودن الجدع التاني، معلش كل ده يعدي. وطلع بطرس قد الثقة طبعا. بص شوف بطرس يوم الخمسين بقى، بص شوف سان بيتر بقيت عمره. يبقى لما بتثق في إنسان بتدفعه لمزيد من النجاح. لما بتستخسر الثقة في حد أنت بتنكد على روحك وعلى الناس، بتضيع الدنيا كلها، بتعيش دايما في دايرة من الخوف والقلق والعزلة والفردية والفشل وكل السلبيات دي. تعالوا نشوف الأسباب اللي وصلتنا، لأن في رأيي معرفة الأسباب نص المشكلة، يجوز بعد الظهر نكمل النص التاني. لكن مجرد أن أنا حلل ليه أنا وإنت ما عندناش ثقة كفاية، يجوز ده يساعدك شوية في أنك تطلع من الإحساس السلبي ده. أولا التربية الغلط. مش معنى أن أنا هقول دلوقتي أن احنا تربينا غلط ترجعوا تتخانقوا مع أهليكم أو تزعلوا منهم. يا جماعة أعذروهم، هم كمان لم وأخذ تربوا غلط وهم كمان محدش علمهم التربية المسيحية، ما كانوش بصين على المسيح كمربي، فغصب عنهم. سامحوا أهليكم في تقصيراتهم، لأن هم ما كانوش كانوا عن حب بيغلطوا، بس عن حب. على الأقل ما تعملش كده أنت بقى مع ولدك أو مع حفيدك. صراخ الوالدين ضد بعض بيهد الثقة تماما قدام أي طفل. كل واحد فيكم في لحظة وهو طفل سمع بابا ومامته بيزعقوا في بعض، اللحظة دي شرخت الثقة في كل حاجة، في ربنا وفي نفسه وفي أبوه وفي أمه وفي العيشة كلها. وتقريبا ما فيش واحد ما عداش على اللحظة دي. عشان كده دي غلطة فظيعة. الغلطة دي بقى مش غلطة، ده دي ساعات في بعض البيوت يوميا، ده هي دي الأكل والشرب بتاعهم. فتصوروا بقى الطفل اللي طالع في بيت طول النهار بيزعقوا بعض، ده فعلا عشان يتحدى ويقاوح ده جبار. إهمال الوالدين أو أحدهما للأبناء، غياب الأب بالأيام كتير وبالشهور وعدم اهتمامه، غياب الأم عن عيالها، عدم التركيز مع العيال، طبعا ده بيجرح. الطفل اللي بيتركن في المدرسة ساعتين ثلاثة بعد المدرسة لغاية ما مامته تروح تجيبه، قاعد مع الدادة في حوش المدرسة لوحده ايده على خده. انتوا فاكرين دي حاجة سهلة؟ دي بتعمل عاهة مستديمة، عاهة نفسية مستديمة. طبعا ناهيكم بقى لو في الجو ده تعرض لتحرش، دي بقى كملت عليه وهيروح البيت مش قادر يحكي. وبعدين قول لي ثقة بالنفس تيجي منين بقى بعد الخبرات دي؟ بس خليني لسه في التربية الغلط. كذب احد الاطراف او عدم الالتزام بالوعد. لما بابا او ماما يوعد وما يلتزمش بتضلم الدنيا قدام العيال، لانه الاول مرة الطفل بيفهم ان ابويا بيكذب. تبصق ازاي بقى وابويا ده الكبير الموديل اللي هو بترمي عليه، مفروض هو المسؤول، مفروض هو الامان، امان ازاي ده كذاب؟ فبقت مصيبة. وللأسف اباء وامهات كتير بيكذبوا على عيال، والعيال بيهرشوهم طبعا، يعني ايه، عارفين انها كذبة يعني، بس انت مش واخد بالك من اللي عملته في ابنك، انك لما كذبت عليه
انت تركته في رعب في خوف، هثق في مين؟ طيب اذا كان اللي بيحبوني بيكذبوا، طب اثق ازاي؟ هروب واحد من المسؤولية. ساعات اب او ام وساعات الاثنين يتهربوا من المسؤولية. تصور مثلا عيل كسر ازاز الجيران وبعدين جري على ابوه، فالاب قال له انا مالي، ما عرفكش بقى، انت حر، ايه شغل العيال ده؟ حاجة مزعجة جدا. طب هيروح فين يعني؟ ادور له على اب تاني؟ طب غلطان؟ اه غلطان، بس مش انت بابا مفروض تشيل الغلط يعني. لا، في اباء وامهات تجملا يهموا منظره، ما يهموش منظر ابنه، فيطلع نفسه هو البريء. يا سيدي التهمة مش فيك، ما تطلع راجل وتشيل التهمة. الخوف الدائم في امهات بقى، دي غلطة امهات اكتر. في امهات لسانهم بينقط شهد طول اليوم، هيحصل لك مصيبة، هتخبطك عربية، هتتخطف، هيضحكوا عليك، وهي مش واخدة بالها انها بتعمل ايه. بتربي رعب، افلام رعب في الطفل والشاب طول العمر. هي مريضة بالقلق، طب ذنبه ايه الطفل بقى؟ القلق بتاعها ده عمال يكسر في ثقته بنفسه، وتقول لك اصلي بحبه. تحبيه؟ يا ريتك ما حبيتهوش. تحبيه ازاي؟ ده انت ضيعتيه خالص من كتر القلق اللي طالع في الكلام. خلي بالكوا، لو قلق في سرها وبتصلي شطر، هنقول نقطة ضعف وعارفة تلمها. لكن اكثر الامهات بيعبروا عن قلقهم 24 ساعة بجمل جميلة. طبعا الجمل دي بتقعد في دماغ العيال، دماغ كنت فيها جمل من الجمل دي، فانت طالع طبعا مهزوز، سوري يعني، وانا زيك، لانه الجمل اللي اتقالت لنا من اغلى الناس عندنا وفي صغرنا طبعا سابت اثر سلبي، طبعا خلت الدنيا ما فيهاش امان، خلتنا عايشين بنبص ورانا. كل ده بيهدد علاقتك بربنا. طب يا ستي، ده انت ست تقية، ما ترمي على ربنا بدل الكلام البايخ ده. النقد المستمر وقلة التشجيع من المشاكل اللي وصلتنا ما نثقش بنفسنا، ان دايما يتقال لنا ما جبتش 10 من 10 ليه؟ وانت مش شاطر زي فلان ليه؟ ولما تجيب 10 من 10 عادي، حاجة تفرس بجد، حاجة تفرس يعني، يوم ما تعمل اللي عليك ما تلاقيش اي تعليق. ما تجيب بس 8 من 10 تسمع بقى مقالات. المشغولية والعصبية، الانشغال الزائد من الاباء والامهات برضو يفسد الثقة بالنفس. طبعا الاعتداء بقى، الفيزيكال ابيوز بكل اشكاله، الضرب والاهانات، الفيربال ابيوز والفيزيكال والسكشوال، كل ده مدمر للثقة بالنفس. دي خبرات صعبة جدا. وفي مجتمعنا المصري الارقام، انا سألت فيكتور سامي مثلا، قال لي مصر معدية الارقام الدولية في الابيوز، احنا من اعلى بلاد العالم في الابيوز بكل اشكاله، الاعتداءات او التحرشات، احنا من اكتر بلاد العالم، الحمد لله يعني سبقنا العالم كله في الحتة دي. صراع من الأقم. ساعات الطفل يكتشف انه اقرب اتنين لي بيتصارعوا من الاعظم، من الاقوى، والبقاء للاقوى، ابوه امه يعني، مامته اول ما ابوه يغيب تسيطر، ابوه يجي يسيطر ويلغي على اللي امه عملته، والام تيجي تلغي على الاب عمله، وهو قاعد يتفرج على تمثيلية غلسة 10 سنين في حياته، والاتنين مش عارف يكرههم يحبهم. وطبعا ده صراع نفسي فظيع، لانه كان المفروض يبقى العكس، الاب يكبر الام والام تكبر الاب، فيطلع فرحان بالاتنين، هو عنده مشكلة مع الاتنين. غياب الروحانية والعلاقات السوية. في بيوت ما بتضحكش يا جماعة، في بيوت ما بيبتسموش،
في بيوت العادي بتاعها عساكر كده، تدخل تحس انك انت داخل سجن او بيت مهجور. الناس كده لو ابتسمت تروح تتوب، تحس بخطية. هيطلع ازاي عنده احساس بالسعادة والامان والثقة؟ الخبرات السيئة جنب التربية الملخبطة، في خبرات بقى experiences بقى negative، زي التعرض للاعتداءات او التحرش، او واحد تاه يوم وفين لما لقوه في كم ساعة اللي تايه فيها. الحياة الطفل ده برا، لما طفل بيتوه في مول بيقعدوه مع سايكاتريست لازم، لانه ده تعرض لصدمة عصبية كم ساعة. احنا لو تاه اسبوعين ما عندناش مشاكل، رجع والحمد لله خلاص ما فيش مشاكل خالص. التأخر عن الميعاد، الصدمات بقى، الخبرات السيئة بكل أشكالها. ساعات طفل يتقال له فكرة مش صح، صلي هيحصل كذا، يصلي ما يحصلش فيتلخبط، ما انت قلتها له أساسا بطريقة غلط. السرقة أو الغش أو الجريمة، طبعا لما طفل يدخل يعني حرام يدخل بيته. أنا شفت عيلة عقلة باعوا البيت واشتروا بيت جديد لمجرد ان البيت اتسرق والطفل اتهز لما اكتشف ان قطه دخلها حرامي، مراعاة لنفسيته باعوا البيت واشتروا بيت تاني، منتهى الوعي. طبعا في طرق اخرى للعلاج، بس انا اقصد الى هذه الدرجة الوعي بالعلاج، انه انا مش هسيب ابني يتهز، لا انا عاوز اعمل اي حاجة عشان ما يفضلش بقيت عمره خايف ومهزوز. طبعا افلام الرعب بما فيها افلام القديسين على فكرة، لازم ناخد بالنا ايه اللي الطفل هيتفرج عليه، لانه ممكن لقطة في فيلم تقعد في طفل، في ذهن طفل 10 سنين مخليه مش عارف ينام كويس. صرخة في فيلم، صرخة تعمل له رعب داخلي. لازم ناخد بالنا قوي بيشوفوا ايه الاطفال بالذات في اول 10 سنين. الموت المفاجئ طبعا، لما حد غالي عليه فجأة يمشي بتترك صدمة مش قليلة وبتهز ثقته. اب او ام او جد او عم، بالذات لما يكون في ارتباط نفسي قوي، ده بيحتاج فترة نقاهة شديدة عشان يستعيد ثقته بربنا وبنفسه. التعثر الدراسي، احنا ساعات نستهين بان طفل جاب ملحق او اتأخر سنة، وللأسف بدل ما نشجعه بنلومه، وهو اساسا عمال يضرب نفسه نفسيا، هو مكربج نفسه، هو متألم فمش مستحمل ان انا ادوس له على الجرح. هو في طفل بيتعثر في الدراسة سعيد؟ لا خالص. طب مش مستحمل وشك، مش مستحمل انك تلومه، تلومه ليه؟ طيب اكيد حاول، اكيد ما كانش اسعد حاجة انه يسقط، كان نفسه ينجح. فموقفك اللي فيه نقد انت بتدوس، بتأذي مش بتساعد. اصدقاء السوء طبعا، كل الخبرات اللي بتيجي من اصدقاء علموه حاجة غلط، هي تركت جواه انسيكوريتي عاليا، عدم امان. افشاء الاسرار طبعا، يعني في ناس متعقدة لدرجة في ناس ما بتحبش سر الاعتراف، ويطلع المشكلة ايه؟ انه مامته حكت لخالته حاجة تخصه very private فوجعته جدا. ازاي حد تاني يعرف انه مثلا معرفش يمسك نفسه وهو 7-8 سنين، مفروض كبر على الحاجات دي، مامته تحكي عادي عادي؟ دي جريمة، لانك انت اللي عملتيه ده هيبص في وش الناس ازاي؟ ليه بتعملي كده في ابنك؟ افشاء الاسرار. والناس بقى ايه بسذاجة فاكرة ان ده عادي حكاوي، لا مش حكاوي، ده تشهير، ده تعرية قدام الناس، لازم ناخد بالنا جدا في الحاجات دي. البعد الثالث، المفاهيم الخاطئة.
أنا أقصد بالموضوع ده أنا مش بحل المشكلة، المشكلة ما تتحلش بعد، لكن أنا أقصد أوصل رسالة ليكم. لو ما عرفش أوصل ولا حاجة في الثقة بالنفس، كلنا يا حبايبي اتعرضنا لنفس الإحباطات، نفس المشاكل بدرجات، وكلنا ما عندناش ثقة كافية بنفسنا وما عندناش إيمان كافي بربنا. مجرد أنك تعرف أنك مش لوحدك في المشكلة، ده لوحده معالج، لأن كل واحد اتعرض لخبرة سيئة متصور أنه الوحيد اللي حصل له كده. يعني كل بنت اتلمست لمسة رديئة في صغرها عندها إحساس داخلي أنها الوحيدة اللي حصل لها كده. مجرد أنها تعرف أنه للأسف أغلب الأطفال اتعرضوا للخبرة السيئة دي، بتهدى نفسيا، لأن مش أنا لوحدي. فاهمين الفكرة؟ يبقى المفهوم الغلط بتاع أنا بس، لا حبيبي مش أنت بس، مش أنت بس اللي وقعت في شهوات، مش أنت بس اللي اتسرقت، مش أنت بس اللي سرقت، مش أنت بس اللي كذبت، ولا أنت بس اللي اتكذب عليك، مش أنت بس اللي اتضربت، ولا أنت بس اللي ضربت. فمين أنا عاوز أوصل إيه؟ أنت زي الناس، مشكلتك مش أكبر ولا أقل من بقية الناس. مفهوم خاطئ ساعات يتقدم في الكنيسة أنه أول ما تقرب من ربنا كل حاجة جميلة، كل حاجة سهلة، مفيش مشكلة. مين قال كده؟ وفي العالم سيكون لكم ضيق، دي نوديها فين؟ مفهوم غلط. لما تقرب من ربنا ما بيلغيش أبدا أنك ممكن تتسرق، وممكن تسقط في المدرسة، وممكن حد يضايقك. أوكي، أنت عايش على الأرض ودي طبيعة الأرض، فما تلغتش طبيعة الأرض بالنسبة لك. ربنا بيحبك وبيحضر لك السماء، بس ما لغاش المشاكل اللي هتشوفها وانت عايش في الدنيا. هتعيا زي بقية الناس وهتتظلم زي بقية الناس. تلاتة، مفهوم خاطئ في الطفولة ان الأهل لا يخطئون. في بعض الأهالي بيوصلوا مفهوم لأولادهم بابا وماما ما بيغلطوش، سيمبلي لأنهم عمرهم ما بيقولوا سوري. وأنا قلت طبعا ده مفهوم غلط. ما أجمل الأب اللي يقعد مع ابنه 8 سنين يقول له سوري يا حبيبي لأني ما سمعتكش كفاية ففهمتك غلط. الريسبكت ده، الاحترام ده للطفل في 8 سنين، إن أبوه استعجل فحكم عليه غلط، ياه بيعمل ريليف فظيع جوه، إحساس مريح جدا للطفل، أنا طلعت صح وبابا قال سوري. هو ده اللي يجيب له الثقة بالنفس. إنما في أب، في أب صعيدي بالذات هيقول سوري؟ يعني ده لازم يقول سوري عادي، يعني إيه المشكلة؟ أخطاء وخطايا بلا علاج. ساعات اللي يزود يا جماعة عدم الثقة بالنفس، الكلام من لي للشباب، الشهوات. كل شاب أو شابة وقع في عادة رديئة، أسوأ ما في الموضوع ده مش إنها خطية، أسوأ ما في الموضوع ده إنها بتهز ثقته في نفسه، فبتهز ثقته في ربنا، فبتخلي الحياة كئيبة، وتخلي التغيير مستبعد، وتخليه عايش عيشة ملهاش طعم. مع أن ربنا ببساطة بيقول له أنا عارف يا حبيبي أنك ضعيف، وكل الشباب بيعدوا على الحاجات دي، وما اقلب الصفحة ما تبصش في المواضيع دي، أنا بحبك. ده موقف ربنا، بس هو مش شايف كده، هو شايف أنا أجرمت، أنا أهنت جسدي، أنا عملت مصيبة. حبيبي الموضوع مش كده. بالنسبة لربنا أغلب العادات الرديئة سببها الأساسي عدم الثقة بالنفس مش الشهوة. يعني السبب اللي يخليه يقع في عادات رديئة القلق اللي جواه، عدم الأمان اللي جواه، هو اللي بيخليه يفرغ في الموضوع ده. أكتر منها تلذذ بشهوة، أكتر منها. عشان كده احنا ما بنضخمش الخطايا دي، بالعكس مش بنقول انها مش خطية، لا لا هي خطية، لكن وماله حبيبي، ما حضن ابوك مفتوح ومش هيسألك عملت كم مرة ولا وقعت كم مرة ولا فكر. خلاص خلاص خلاص، عادي عادي، ضعيف ورجعت وخلاص، ابني برضو غالي عليا.
الأب في الابن الضال بتاع بكرة ده أحلى كونسلر في الدنيا، أجمل أب في الدنيا. الابن الضال عامل بلاوي الدنيا ما سألوش ولا سؤال، عملت إيه وعملت ليه؟ مفيش، لا إيه ولا ليه. أنت رجعت يا ابني حمد الله على السلام، خلاص وبيتك ومطرحك وسيد الرجالة كلهم وحفلة. سلام على الحب، يا ريت نتعلم شوية في التربية كده. مفهوم خاطئ في بعض البنات والولاد، ببتدي بالبنات دايما لأنهم أكثر عرضة للمفاهيم دي، أن الناس بتعاملني كأنها عارفة عاملتي. الناس بتعاملني كأنها عارفة عمايلي. الحقيقة الحمد لله ربنا ساتر على الكل، بس أغلب الناس أو كتير من الناس المهزوزين بيتحركوا بإحساس هو عارف حاجة، هو عارف أني بفكر وحش، هو عارف أن أنا شتمت قبل كده، هو عارف أني في قلق، كأن الناس عارف. ربنا ساتر علينا جامد قوي ومغطينا، أنت ليه قلقان؟ المرأة الخاطية كان عندها ثقة بالنفس جميلة لأنها جت بكت قدام الناس. جبارة الست دي، عارفين ليه؟ كونها بتبكي قدام الناس كأنها بتقول ولا فارق معايا يقولوا، ما أنا طول عمري متخيلة أن هم عارفين، خلاص بقى مستبيعة، أنا فارق معايا هو يقول لي مغفورة لك خطاياك، مش عاوزة حاجة تاني. فدخلت بجرأة وكفت كده وبقت تبكي على رجليه ومش شايفة بني آدم. جبارة الست دي، لأن ما كانش عندها حاجة عدلة، عندها ثقة بنفسها، لأنها تجرأت وبكت كأنها اعترفت علنا أمام كل الموجودين بالزنا اللي عاشت فيه. فالمسيح عملها بمنتهى الاحترام، بمنتهى كبرها قوي، طلعها حسب من الرجل المتدين. من المفاهيم الخاطئة مفهوم البقاء للأقوى، والمفهوم ده للأسف احنا بنربيه معانا، ده مش مفهوم مسيحي خالص. الأقوى روحيا ربنا، لكن اللي معاه فلوس هو اللي يدوس، واللي أشطر في المدرسة هو اللي يأكل الجو، واللي عضلاته مش عارف ايه، والبنت الجميلة. ايه المفاهيم العبيطة دي؟ احنا مسيحيين، جمال ايه وعضلات ايه؟ احنا ربنا جوانا. لكن المفاهيم الغلط بتاعت الجميلة تكسب والغني يكسب والعضلات تكسب، للأسف المفاهيم دي داخلة بيوتنا فبتطلع كل العيال. مرة واحد عايش بره بيقول لي انتوا في مصر مالكوش حل، لان انتوا كل عيالكم مشغولين بحاجة واحدة اسمها المذاكرة. فكل 100 واحد بيطلع الاول نفسيته سوية لانه الاول، والتسعة وتسعين نفسيتهم مريضة لانه ما طلعش الاول. انتوا كل حياتكم مذاكرة، محصورين في دي. فكل 100 واحد بيطلع عليهم اول يجوز نفسيته تطلع كويسة، والتسعة وتسعين نفسيتهم تعبانة عشان ما طلعش الاول. فهمتوا الفكرة؟ الحياة فعلا احنا عايشين في جو ملخبط خالص. الحياة بلا معنى او الهدف هو الحياة، بمعنى ايه؟ من المفاهيم الخاطئة ان انا عايش العيشة لمجرد عيش. يعني اقول لكم حاجة، معلش سيبوني بقى في الصراحة، ربنا يستر. في الصعيد او في مصر في ازمة في موضوع الجواز. احنا ربنا فكرة مش مسيحية اسمها انه قيمة البنت انها تبقى زوجة، لا، وقيمتها الحقيقة تبقى ام. هل المسيح قال كده؟ المسيح شايف كل بنت قيمتها انها عروسته، انها بنته، انه روحه فيها، انها تورث السماء. ايه المفاهيم الغريبة اللي بقت مسيطرة قوي دي، لدرجة الام تنكد على بنتها كل يوم ما اتجوزتيش، يعني هتشتري عريس؟ ايه اللي بنعمله في عيالنا ده؟ وبرضو شاب يطلع متصور ان قيمته انه جايب شقة كبيرة او معاه مبلغ فلوس، ويفضل يصارع ويتحدى كل شيء عشان يوصل لرقم معين يحسسه بالقيمة. مفاهيم مريضة يا ابني، قيمتك مش في الفلوس خالص، قيمتك انك رجل الله، ابن ربنا، تخاف ربنا. ايوه تنجح وتكافح، بس الموضوع ملوش علاقة بالفلوس،
يبقى في مفاهيم غلط مسيطرة مسيطرة علينا مع اننا مسيحيين ومتدينين، بدليل اللي بنعمله في اولادنا. مفهوم تاني من المفاهيم اللي للأسف داخل في قلوبنا، انا غير محبوب. طبعا ده نتاج كل اللي انا قلته بقى، نتاج تربية سيئة، خبرات سيئة، مفاهيم سيئة. فيطلع الشخص عنده احساس انا محدش بيحبني. يا ابني ازاي تقول كده؟ طب لو مفيش في الارض حد بيحبك، اقول لك الف واحد بيحبك في السماء؟ بداية ربنا له المجد، انزل على العذراء ماري جرجس وماري مرقس وماري نفضل له. فعلا بيحبونا، بيحبونا بجهد وبيصلوا لنا والملائكة محوطانا. يا اخي لو مش لاقي بني ادم يحبك على الارض، ده انت عندك السماء مرهاش غيرك. لكن طبعا في ناس على الارض بيحبوك، لكن في مفهوم يبقى مسيطر، انا اصلا محدش حاببني. الام تجوز عيالها وبعدين ينشغلوا، تفضل على ايه الاغنية بقى المشروخة دي، نسيوني، وتبتدي بقى ايه ربنا وتعبنا يا ستي هنقعد نعدد بقى خلاص فرحتي بالعيال، ركزي في الخدمة. لا بيحبوكي طبعا، بس يعني مشغولين عادي وراهم حاجات كتير. لكن ايه بقى مش بيحبوني دي؟ ما هو ده مرض مصري. او المفهوم انا غير مميز. كتير من الشباب يجي يقول لي ابونا ما فيهاش حاجة مميزة، انا مجرد شاب. طبعا الاحساس ده وحش جدا. لا، ما فيش حاجة اسمها مش مميز. ربنا له المجد، فنان ما بيرسمش لوحة زي التانية ابدا، وكل لوحه غالية جدا متميزة جدا. فانت لما بتقول انا ما فيش حاجة مميزة، انت شتمت ربنا. فيش حاجة اسمها كده حبيبي، ده انت عاملك نسخة ما فيش زيك، وما فيش نسخ مضروبة عند ربنا. لا كل شغله جميل، بس انت مش واخد بالك. او المفهوم بما اني فشلت اذا لابد سافشل، وده اللي خلاني ابتدي بالفيديو. لا مش معنى اني فشلت اذا لابد ان افشل. لا ده غالبا بما اني فشلت اذا لابد ان انجح. يوسف فشل بسبب اخواته، اشتغل عبد، ولما كان ذمته كويسة اتسجن. في عرف الناس فشل، بقى رئيس وزراء مصر او بقى فرعون مصر، بقى مخلص العالم. لكن عاش في قصة فشل 20 سنة. لو هتبص لها من زاوية عملية، يعني في عيشته، يعني اشتغل خدام وبعدين اتسجن. الحقيقة عند ربنا كان ناجح جدا وهو شغال، وكان ناجح جدا وهو سجين، فبقى ناجح وهو اهم شخصية في مصر. اذا مفيش حاجة اسمها مفهوم فشلت اذا لابد ان افشل. لإلهنا كل مجد وكرم.